زيارتك الأولى لتونس ولا زرت تونس من قبل؟ دي الزيارة الأولى يمكن بشكل حقيقي، لأنه قبل كده زرت مدينة الكاف وهي مدينة تبعد شوية عن تونس العاصمة، فأعتقد إن يعني بعتبر إن دي الزيارة الأولى لتونس. كيفاش كانت إقامتك في تونس؟ كيفاش واكبت أيام كارتاج المسرحية خلال هذا الأسبوع؟ والله يعني بشكل سريع كده وموجز شفت عروض كتيرة من مدارس مسرحية كتيرة، شاركت في اللقاءات المهنية الخاصة برؤساء ومديري المهرجانات وبعض المؤسسات الثقافية حول العالم، تابعت بعض الندوات الخاصة بشكسبير نظرا لمواكبة الأحداث، لأنه احتفالا بمرور 400 سنة على ميلاد شكسبير. يعني دي أهم النقاط السريعة جدا لمتابعتي لأيام قرطاج المسرحية. علاقة الجمهور التونسي بهذا المهرجان كيفاش لقيته؟ أعتقد أنها علاقة وطيدة تحتاج مزيد من الدعم ومزيد من الفضاءات المسرحية. والله أول ما فتت على تونس أنا حسيت حالي بالشام. يعني صرت اتذكر المناطق بالشام كلها، الطاقة هون كلها جميلة جدا، طاقة المكان، طاقة الأشخاص، طاقة الطاقم الفني هون كلها. في إشكاليات عم تصير بس هذا الشيء طبيعي بسبب الضغط، بسبب إشكاليات تقنية، هذا الشيء طبيعي موجود بكل المسارح يعني بالعالم كلها. شكرا كتير للجهود اللي عم تصير هون. Déjà, je suis satisfait de l'organisation globale. C'est vrai que dans toute organisation, il y a toujours quelques ratés, compte tenu de l'affluence, compte tenu de certains imprévus qui surviennent. Par exemple, des spectacles qui ont été prévus à des endroits donnés n'ont pas pu tenir. Parce que, bon, voilà, je crois que dans la programmation, il y a Étoile du Nord, qui toute la programmation a été annulée. Donc, ces spectacles ont été dispatchés dans d'autres lieux. Et à part ces quelques ratés qui ne sont pas forcément dépendants de la volonté des organisateurs, je crois quand même que dans l'ensemble ça va, parce que ça fait un lien entre culture du monde qui se réunit ici à Tunis. جمهور الأطفال عندكم كثير لطيف لأنه عارف قواعد المسرح بطريقة جميلة. هذه أول مشاركة لك في تونس ولا شاركت قبل؟ لا، هاي أول مشاركة لي بمهرجان قرطاج وكانت مشاركة جميلة جدا. كيفاش لقيت الأجواء أو الجمهور التونسي؟ كيفاش متعايشة مع هذه الأيام؟ ما كنتش متوقع قديش العدد الناس اللي ممكن تحضر هاي العروض، بس في إقبال كثير كبير من الجمهور. حتى مرات العروض ما حداش بلاقي مكان يفوت على عرض فيه، فكان كثير إشي لطيف. مسرح محترم، مسرح ملتزم، مسرح له سمعة كبيرة، يعني تقدم عرض مسرحي في تونس هاي مجازفة كبيرة، وفي قرطاج تحديدا يعني حتى بالخارطة العربية احنا عندنا مهرجانين نحبهم ونتمنى نشارك بهم، هو مهرجان قرطاج اولا ومهرجان القاهرة التجريبي ثانيا. يعني لكن هذا ما يمنع انه مهرجان قرطاج هاي السنة كبير جدا بضيوفه، كبير جدا بعروضه، مما ادى الى بعض الاحيان الى يعني الى خلل بالتنظيم، خلل بالبرمجة، خلل بالضغط. انا اعرف، انا قدر ظرف المدير وظرف كل المقيمين في المهرجان، صارت تقديمات تاخيرات، مواعيد عروض تغيرت، توقيتات اختلفت، يعني لكن هذا ما يمنع انه هو لا يزال قرطاج. يعني انا اعتقد يحتاج مهرجان قرطاج يحتاج شوي دقه بالتنظيم، لان انت اليوم امام بعيدا عن العرب، انت اليوم امام ضيوف اجانب ياتوك، يجب ان تنقل صوره ايجابيه عن هذا المهرجان الكبير، مهرجان ذو التاريخ العريق. يعني أنا سعيد جدا بمشاركتي، أنا دائما أقول أنا ابن تونس مو غريب، يعني فأقدر كل مشاكل وإشكالات، لأنه إحنا عادة بالعراق لما نفعل أي مهرجان يصير عندنا مشاكل طبيعية، لكن هو ما زال قرطاج البهي، قرطاج الفخم، قرطاج الذي يقدم عروضا كبيرة نتعلم منها. يخيفك الجمهور التونسي؟ جدا جدا، أنا متهم في بغداد إنه علاقات أنا متهم دائما وبشكل واضح وصريح إنه أنا متأثر بالتجربة التونسية، وهذه سعادة كبيرة. يخيفني جدا لأنه تونس هي التي أنجبت فاضل جعايبي وتوفيق جبالي ومحمد كوكا والمنصف السويسي، تونس التي أنجبت أجيال مستمرة تقدم مسرح محترم، تخيفني جدا، البلد الوحيد الذي يخيفني عندما أقدم مسرح، مع احترامي لكل بلدان العربية الأخرى. Thank you.
بهذه الحركة وبهذه العودة على الموقع وبزرع الورود في نفس المكان ونفس الثغرات التي فتحت من جراء التفجير أو من جراء الرمي، أردنا أن نؤكد أننا نحمل ثقافة الحياة ضد لا يمكن أن تسمى ثقافة الموت، ضد الموت، ضد دعاة الإرهاب، ضد هؤلاء الذين يتغذون من الشذوذ ومن التطرف، لنقول لهم إننا شعب مسالم وإننا نحمل قيم الحياة وقيم الحرية، وسوف نواصل الدفاع عن قيم الحياة وقيم الحرية، وإننا صناع حضارة. دعوني أقول أنه وقوفنا اليوم وانعقاد GTC 18 في هذا اليوم وفي هذا المكان بالضبط إن دل على شيء فهو دليل على شيء واحد، دليل على أنه سيبقى الإبداع رغم الظلامية، رغم كل شيء، رغم المناورات، رغم كل كيد الكائدين والمغرضين وغيرهم من كل التلوينات، أنه يبقى الإبداع، يبقى الإبداع. لا أريد أن أتحدث، أريد عما كان، أريد فقط أن أترحم على أرواح الشهداء الذين ضحوا وقدموا أرواحهم وأغلى ما لديهم من أجل عزة هذا البلد الجميل الذي نحبه جميعا، وأنا لست تونسي، أنا من ضيوف الأيام الذي نحبه جميعا. وأقول إن انعقاد هذه الأيام وكما أكرر دائما هو أحسن وسيلة للتنوير، لمحاربة الظلام، لإعلان الحياة، لإعلان الفرح، لإعلان الإبداع. هي مناسبة أليمة في الحقيقة، ولكن هي أيضا بادرة جيدة أنه نقف في الذكرى هذه المؤلمة جدا، وباش نترحموا على أرواح رجال الأمن اللي هما صمام الأمان والضمانة الحقيقية باش البلاد هذه تستمر. وما ننساوش اللي احنا كفنانين والتظاهرات هذه كلها، وكان مش وقفتهم معانا ايضا كنا نتعبوا برشا، هذاك علاش هو هذا واجب علينا وهذا من حقهم علينا ان نقفوا لهم باش نقولوا لهم ربي يرحمكم، احنا رانا مواصلين، والشيء اللي تعمل هذاك ماهوش باش يوقف الفنانين وماهوش باش يوقف المثقفين، باش نواصلوا الحياه وباش نواصلوا نبنيوا تونس، وتونس هذه راهي ملكنا الناس الكل. أحاسيس ليس فقط الشعب التونسي بل كل الشعوب المناضلة من أجل الحرية ومن أجل العدالة من أجل سعادة البشر. هذه الذكرى الأليمة تعيد لنا مآسي الإرهاب في العالم، والذي أصبح الشعب التونسي أيضا ضحية له بشلة من أجمل وأشجع شبابها الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمن البلاد، من أجل أمن الشعب. مرور سنة على العمل الإرهابي الدنيء الذي وقع ضحيته يعني رجال من الحرس الرئاسي، اليوم حركة نبيلة تقوم بها هيئة أيام قرطاج المسرحية ومجموعة من المجتمع المدني وبعض الفنانين. هذه الزيارة تكريم لأرواح الشهداء الذين سقطوا، وأيضا رسالة إلى أن التونسيين صفا واحدا ضد الإرهاب، وهذا أيضا رسالة إلى أن الوحدة الوطنية لا تتزحزح مهما حدث. يعني المطبات، وهذه المطبات والهزات التي تحدث بين الحين والآخر. مشكورين الكل، مشكورين اللي عملنا الاكتظية اللي تخلد روح الناس هذوما. الناس هذوما هم أمنيين، هم حبان الوطن. مش نذكروا لي احنا
مانيش ناس ما نحبوش الفن، احنا ناس نحبوا الفن، نحبوا الحياة، الأبنين الكل يحبوا الفن ويحبوا الحياة، وهذه لمسة وفاء حقيقة تمسنا احنا كأبنين وكمجتمع مدني، تمسنا برشا برشا برشا، ونراه اللي حاجة معناها والله حاجة تفوق الكلام تاعنا. شكرا لوزارة الثقافة، شكرا للفنانين، وهذا شيء ماهوش غريب على التوانسة، ماهوش غريب على الفنانين انهم يحبوا الامنيين تاعهم ويعرفوا اللي الامنيين هذوما حماة الوطن، يحميوا فيهم، يحميوا في الفن، يحبوا الحياة. اليوم نحكيو على مسرح من غير ما نحكيو على القدوة اللي فيه جليلة بكار، منصف السويسي اللي هو أسس أيام كارتاج المسرحية وغادرنا، توفيق الجبالي اليوم تكريم جليلة بكار في إطار أيام كارتاج المسرحية. والله مستحقين في المناسبات هذه في التظاهرات المسرحية والثقافية بصفة عامة باش نكرموا على الأقل، نحطوا في الميزان الشخصيات والأسماء والرموز اللي عندها دور كبير في مجال الثقافة وفي الفنون بصفة عامة كما اليوم في المسرح، لأنه جليلة بكار صحيح ممثلة كبيرة، مش كان هي الحقيقة، فما برشا كما قالت هي، فما نساء أخرين عندهم دور كبير في تقريب المسرح للناس، وإن كان الناس قاعدين يبعدوا برشا على المسرح. جليلة بكار وأهمية جليلة بكار أنها استمرت في العمل مع أحد عمالقة الفن المسرحي وهو الفاضل العايبي، وهي عملاقان لم يفرقهما شيء عن المسرح، فكانا ثنائيا رائعا، قدما أعمالا تعد من المنارات العربية. جليلة بكار لا يمكن أن نفصلها دائما عن فاضل، ولكنها ذات موهبة عميقة رائعة جدا ومتنوعة، لعبت كل الأدوار. أنا نبدأ الجملة وهي تكملها، هي تبدأ الفكرة وين نواصلها، هي تبادر بالصورة التأسيسية للمشروع، صورة كلمة حركة إشارة، ونواصلوها مع بعضنا ونصنع منها عمل مسرحي. قالت جليلة كأني أنا قلت، خاصة لما تحدثت على هالازدواجية الرهيبة اللي احنا فيها تجاه المجتمع التونسي، تجاه المجتمع العالمي، لما تصنع حاجة بكل ما أوتيت من وعي ومن لا وعي، من عقل ورسانة ومن هبلة. بالنسبة لي المسيرة الفنية ما هيش في قطيعة مع مسيرة المواطنة، وكما قلت قبيلة بالنسبة للسيد اللي تعدى قال المسرح الهانة ورقود الجبانة، بالنسبة لي حاجة خطيرة، لأنه مش مفيدة أن نتلموا ونقولوا هنش عملنا وهنش عملنا إذا كان ما نوصلش لك السيد هذاك المتعدي، إذا ما كان وصلش للأكثر جمهور، وخطر هو مش صغير اللي تعدى، معناتها مش نحكيش على الأجيال الجديدة، نكون قصرت أنا واللي معايا، ونكون فما مش بحدنا طبعا، خاطر المسؤولية مشتركة ما بين اللي يقرر واللي يعمل القوانين وكل شيء ما تعمل. مازالوا قوانين بالمجد المسرح في خطر، بالمجد فما أمام الزحف التلفزيوني ما نقولش الاختار، ما كانش من السينما ما اكثر من التلفزه، من السينما خاطر فما
فما قلة اللقاءات هذه قلت لك كما قلت لكم مسؤولية مشتركة ما بين الفنانين بيدهم وما بين الناس اللي تقرر في الوزارات خاطر أنا نمن اللي ثقافة ما هيش تابع وزارة الثقافة فقط تابع عدة وزارات والتوى مريناش معناتها الكل كلام الكل شعارات La journée théâtrale de Carthage extraordinaire parce que c'est une plateforme qui permet que les artistes se rencontrent que nous nous faisons voir notre création et au-delà de ça il y a le contact humain on se fait des relations des amis pour l'avenir parce que je me suis dit que ce festival c'est une ouverture pour le monde qui nous permet nous de sortir de nos pays et de voir des choses qui se font ailleurs. Et c'est la troisième fois. La première fois, j'étais très jeune, j'étais venu avec le Théâtre National en 79. On a joué à Carthage, au vieux théâtre où les sièges sont faits sur le versant d'une montagne. Et puis après, je suis revenu en 2002 avec une autre création. Et c'est ma troisième fois, JTC. Fusée par les larmes des tragédiennes. Tant de chaises brisées par les gâteries comiques, tant et tant de décors graves. De décor inquiétant, tous les sentiments humains ont été mille fois exprimés dans ces espaces, dans cette boîte prête à craquer, boîte débordante de souvenirs, de mille campagnes. مسرحية العشاء الأخير شقد في إطار البرمجة الرسمية للأيام المسرحية لقرطاج هذه تظاهرة من أهم التظاهرات ليس فقط على المستوى العربي ولكن على المستوى الدولي ويسرنا أننا نقدم هذا العمل المسرحي العشاء الأخير هذا نص للرائد المسرحي المغربي والعربي الطيب الصديقي ولقد تخيل في هذا النص مخرج المسرحي يشتغل مع فرقته في المسرح البلدي بالدار البيضاء هذا المسرح البلدي الذي هدم بالفعل سنة 1984 وتخيل أن هذا المخرج المسرحي الذي أسماه في المسرحية علي شاطر وأنا في نفس الوقت تنجسد دوره تنجسد مع مجموعة من الفنانين المسرحيين سواء منهم الفنان الرائد مصطفى خليلي ومنهم فنانين شباب يتخيل أن علي شاطر يرفض مع فرقته المسرحية أن يغادر المسرح البلدي للدار البيضاء ليلة هدم المسرح البلدي أنا سعيدة جدا بأن أحضر اليوم هذا المهرجان المرصود لتكريم هام من الهامات الثقافية العربية المغاربية وهو المرحوم طيب صديقي وأنا مبتهجة بأن يكون هذا التكريم هنا في تونس طبعا هذه ليست مفاجأة فالمرحوم طيب صديقي كانت له علاقة خاصة مع تونس كان يجل الشعب التونسي وكان مطلعا على الثقافة التونسية وكان واعيا بالتجذر الحضاري لتونس وكانت له صداقات ثقافية كبيرة جدا في الحقيقة هو كان مثقفا جامعا مغربيا ومغاربيا ولذلك نعتبر بأن الأواصر التي تربط المغرب وتونس مهم جدا أن تستحضر الفعل الثقافي ومشاركة الثقافيين على في الحقيقة التقريب الحقيقي بين الشعوب لأن الثقافة هو الرصيد الأهم نشكر أيام مهرجان قرطاج المسرحية ديال السنة
لهذا التكريم وهذا الوفاء. الروح المرحوم طيب الصديقي اللي هو كان فاعل مسرحي وغني على التعريف، يعني نحن كعائلة الصديقي وكمؤسسة طيب الصديقي فخورون بهذا المبادرة، لأنه تونس والعلاقة مع المرحوم طيب الصديقي هي علاقة قديمة مع العالم الفني والأصدقاء بلا ما نذكرهم كاملين، لأن هما كتار برشا كما تقولوا في بلدنا العزيز والشقيق تونس. جزيل الشكر، يعني يعجز اللسان أنني نقدر نعبر على هذا الفرح وهذا الفخر اللي كنشوف أن كاينين الحمد لله، الحمد لله كاين فاعلين ثقافيين وفنانين ومسرحيين اللي باقي لحد الان طيب صديقي عايش عن طريقهم في الذاكره. طيب صديقي هو الرباط اللي فيه مسرح محمد الخامس وفيه المعموره، كان مركز كبير لتكوين الممثلين، وهو مدير مسرح الدار البيضاء الكبير الشهير. لكن طيب صديقي أكبر من هذا، طيب صديقي هو الذي رسم طريقا جميلا حيا بين كل الساحات الشعبية، كل الأسواق، كل ألوان الفرجة في بلاد المغرب الكبير. فراح إلى تلمسان وإلى الجزائر، وشاركته في مهرجان الفنون الإفريقية عام 68 رأي قاعدة في التاريخ في قسنطينة وفي عنابة عند أصدقائه مصطفى كاتب مدير المسرح الوطني وأحمد أقومي اللي نعرفوه الممثل الجزائري يظهر في بعض المسلسلات، وخاصة عبد القادر علولة شهيد المسرح الذي قتل أمام بيته في وهران برصاصتين ليلة سفره إلى مهرجان الحمامات.